أفكار القنوت. قال الإمام الحسين عليه السلام: اللهم من آوى إلى مأوى فأنت مأواي، ومن لجأ إلى ملجأ فأنت ملجئي. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع ندائي وأجب دعائي، واجعل مآبي عندك ومثواي، واحرسني في بلواي من افتنان الامتحان ولمة الشيطان، بعظمتك التي لا يشوبها ولع نفس بتفتين، ولا وارد طيف بتضنين، ولا يلم بها فرح حتى تقلبني إليك بإرادتك غير ظنين ولا مظنون ولا مراب ولا مرتاب، إنك أنت أرحم الراحمين.